السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. برج السرطان حبيب قلبي، معلش انا بعتذر اتاخرت عليك، بس ان شاء الله باذن الله القراءه دي تعوضك عن الايام اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله هنزل لك قراءات جديده وحصريه على قناتنا على طول. ما تنساش طبعا اللايك والتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب، واهم حاجه اللايك علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده. باللايك الجميل حبايب قلبي بترفعوا الفيديو. نشوف مع بعض ايه الاخبار عندكم، ونشوف ايه التوقعات وايه التبشرات، وان شاء الله باذن الله تكون قراءه حصريه. بس قبل ما ابدا، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات دعاء ادم عليه السلام اللي قاله لربنا، يا ريت تقولوا لي الدعاء بنيه قضاء حاجتكم، ونشوف مع بعض ايه الاخبار. بسم الله. شايفين؟ طيب نبدا بالطاقه الاول. بسم الله. اقدر ابشرك او اقدر اقول لك على حاجه انت حاليا عايز تسمعها. اول حاجه، انت هتطلع من ضغط او من قيود او من مواضيع معينه محيراك، او انت نافر من علاقه، نافر من موضوع، الله اعلم. بس انت اليومين دول حرفيا عايز تطلع من القيود اللي انت فيها والتحرير. يعني لو انت في علاقة مقيد، لو انت في حاجة محيراك، في حاجة مضايقاك، فانت الايام دي عايز تطلع منها. وهنا في وردة بتتقدم لك، او في هدية هتتجاب لك، او انت استلمت هدية، او حد هيجيب لك هدية. في موضوع هدايا عندك الفترة دي بينك وما بين حد، هتتبدل الهدايا. بس انت هنا خايف، شايل حمل كبير، شايل مسؤولية كبيرة. رغم ان انت قريب جدا من ربنا وبتقول انا ليه رب كبير، بس انت شايل حمل كبير وشايل مسؤولية. في هنا بعض المشاكل او بعض التوتر او بعض الحيرة اللي محيراك. عندك هنا خروج من مشكلة كبيرة، خروج من هم كبير بإذن الله الفترة دي. بس في ناس هنا بتحاول تأذيك، في ناس بتحاول تتكلم عليك، في حاول ناس يعني بتحاول ان هي من اهلك، من اهلك وبيتك. يعني دايما اقول لك ان المشاكل ما بتجيلكش غير من اهلك وبيتك. دايما بيتكلموا عن اللي معاك، دايما بيتكلموا عن اي حاجه تخصك، دايما الكلام كله بيجيلك من اقرب مليك. عندك حظ هنا، حظ بين اشخاص معينين في شراكه او في حاجه معينه، في سحليه او بومه او تعبان بيحوم وراك. يعني تعبان بيحوم وراك، مش سايبك في حالك، او اقدر اقولك ان الكريم بتاعك اليومين دول حرفيا انت شايل كميه حزن رهيبه، لدرجة ان انتوا بتقفوا قدام المراية الفترة دي كتير، بتبصوا على وشكم، بتبصوا على شكلكم، بسبب ان انتوا خايفين، بسبب ان انتوا متوترين. في شوية امور مضايقاكم، امور مزعلاكم. الفترة اللي جاية دي ممكن تكون عندك خروج من ازمة، خروج من مشكلة كبيرة. في حد هنا، الحد ده دايما يعني هيكلمك، هيبقى عايز يستلف منك فلوس، او هيبقى في موضوع فلوس بينكم وما بين بعض، وانت ممكن ترفض وما تديش الفلوس عشان خاطر انت ما بتحبش حد يتكلم عن مالك، او ما بتحبش حد يتكلم عن اللي في ايدك، فبتحب تسكت وما بتحبش تعبر كتير. في تخطيط هنا، في تفكير هنا، في امور هنا بتحاول تصلحها بقدر المستطاع. انت بتحاول ترمي ورا ظهرك اوجاعك، ترمي ورا ظهرك الامور اللي مضايقاك وخانقاك، وبتحاول ان انت تحرر نفسك من اي مشكلة سلبية. في موضوع معين انت حاطه ببالك، والفترة دي بقدر المستطاع بتحاول ان انت تسعى علشان خاطر تحققه، او بتسعى لاي موضوع ان انت توصل للهدف او توصل للحلم. فانت الايام اللي جاية هيكون في مواجهة حلوة، في امور حلوة باذن الله، هتغير من نفسك وهتقف على ارض صلبة الفترة القادمة، عشان انت شايل حمل كبير او شايل مسؤولية كبيرة.
في فرحة هنا تخص طفل أو تخص أطفال، فرحة تخص أطفال، رغم إن قلبك مكسور هنا ورفعت إيدك لربنا وبتدعي، بس إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون عندك علاقة جديدة أو أمور حلوة تخص العاطفة برضو، علشان خاطر في عندك هنا في الحياة العاطفية انتصارة موضوع حاجة معينة تخص الحياة العاطفية عندكم، فالمواضيع ممكن تتحسن عندكم بإذن الله. عندكم زعل بينكم وبين حد، الزعل ده ممكن تتراضوا الفترة اللي جاية، أو ممكن تتكلموا مع بعض، ممكن تفتحوا مواضيع بينكم وبين بعض، بس دايما تخلوا بالكم من أشخاص مقربين ليكم في عملكم، أشخاص مقربين ليكم في حياتكم، في شغلكم، في دنيتكم، في مواضيعكم. خلوا بالكم يعني الفترة دي بقدر ما تقدروا من أشخاص حواليكم بيحاولوا إن هم يأذوا فيكم وانتوا مدينهم الأمان. مشكلتكم إن انتوا بتأمنوا أوي الفترة دي لأشخاص ما يستاهلوش، انتوا حرفيا قطعتوا علاقاتكم بصحاب، بس اصدقاء، باشخاص مقربين ليكم، بعدتوا عن ناس كتيرة جدا في حياتكم بسبب الكلام وبسبب الحيرة، يعني بدأتوا تبعدوا، بدأتوا خلاص يعني نفرتوا ناس كتيرة جدا وقطعتوا علاقاتكم مع اشخاص في حياتكم الفترة دي بقدر المستطاع، عشان خاطر حسيتوا ان انتوا اتأذيته. في زيارة لحد ديك، او انت هتقرر ان انت تزور حد، او هيبقى في زيارة مفاجئة، في زيارة عندك مع ناس انت مشتاق لها، او ناس انت بتحبها قوي، مستني بقدر المستطاع ان يكون في لقاء بينكم. في هنا بإسم الله ما شاء الله عليك طاقة حلوة جدا، الطاقة دي هيبقى فيها امر او موضوع معين هيفرحك، فيها امر او فيها حاجة معينة هتسعدك انت الفترة دي، من قدر الفترات، من اكتر الفترات اللي هيكون عندك رزق عالي او الفترة دي، او موضوع عالي جدا الله اعلم، بس في امور حلوة انت هتطلع من الضغوط اللي انت بتمر بيها. بص هنا في رزق حلو او في حاجة معينة قادمة لحياتك، في حركة، في مواجهة، في شغل جديد، في حاجة جديدة انت هتسعى عليها الفترة دي، ودي من اكتر الفترات اللي لو انت عايز تطلع من مكان لمكان، او عايز تتم نقلتك على خير، تتم تغيير عتبتك على خير، قرر وامشي من غير اي تردد او من غير اي مواضيع، عشان خاطر انت من الفترة دي هيكون عندك طاقات عامة، او هيكون عندك تحسين في حالتك الصحية، تحسين في امورك المادية، في رزق. بس دايما اقولك ان انت تحصن نفسك، تحصن نفسك، يعني تحصن نفسك في حاجات كتيرة جدا، تحصن نفسك صبح وليل، لازم تحصين النفس، عشان خاطر انت العيون عليك الفترة دي بطريقة رهيبة، فانت مش ناقص بقى اللي انت فيه، اللي فيك مكفيك، مش ناقص هم، مش ناقص مشاكل، مش ناقص توتر، مش ناقص احباط زيادة عن اللزوم، بتحاول بقدر المستطاع تهدي نفسك، تهدي اعصابك، بتبعد عن ناس كتيرة جدا، بتقطع علاقاتك بناس الله اعلم، بس انت بتحاول تطلع من اي مشكلة سلبية في حياتك، عشان خاطر المواجهات، او عشان خاطر الطاقات اللي انت مأذي بيها. فان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في تقدم حلو، وفي تحسين في وضعك بالكامل، علشان خاطر انت شايل مسؤولية او شايل حمل كبير فوق كتفك، فالفترة اللي جاية هتعاني او هتطلع، يعني هتعاني شوية من ضغط نفسي، وبعد كده هترمي ورا ظهرك المشاكل السلبية اللي انت بتمر بيها. انت في بداية من عمرك، في بداية مرحلة جديدة، في بداية لطاقة جديدة، في بداية لعمر جديد الله اعلم، بس انت عندك بداية جديدة، وان شاء الله ممكن تحط نقط على حروف، تحط طاقات عامة على حياتك، هيبقى في تحسينات حلوة، وضع جميل ليك، طاقات عامة حلوة الله اعلم، بس في حاجات انت هتحسن من الضغوط النفسية اللي انت بتمر بيها. في ناس بتراقبك من بعيد، الناس حاطة عينها عليك برضو، يعني بيراقبوك على السوشيال ميديا، بيراقبوك على مواقع معينة، بس في مراقبة عندك، وفي ضغوط نفسية انت بتمر بيها اليومين دول. انت مشكلتك حاجة واحدة بس، مشكلتك ان انت الفترة دي بقدر المستطاع حاسس بالوحدة، حاسس ان انت لوحدك، حاسس انه مفيش حد جنبك،
حاسس ان انت عايش لوحدك في كوكب، يعني لوحدك من غير اي حاجة معينة، حاسس بالضغط النفسي. الفترة اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا هتطلع من مشكلة كبيرة، وهتطلع من كارثة، أو هتطلع من حمل كبير شايله لوحدك، وهتحسن من ضغوطك النفسية، هتحسن من أي مشكلة سلبية عليك، علشان خاطر أنت فعلا من أكتر الأشخاص الفترة دي مأذي من طاقات سلبية ومن أمور مضايقاك ماديا نفسيا جسديا الله أعلم، بس مضايقاك فعلا، مخلياك مش عارف تاخد قرار ولا حتى عارف تفكر، لدرجة إن أنت بتمسك دماغك وبتقول يا ربي في إيه، أنا مش عارف، أنا مالي، أنا مخنوق، أنا متضايق. أسئلة كتير جدا عندك الفترة دي بسبب طاقات، أو بسبب كلام، بسبب مواضيع بتتفتح، بسبب حاجات معينة بتحصل عندك الله أعلم، بس أنت حاليا في حالة تغيير للأفضل، أو في حالة تغيير مكان، أو تغيير عمل، تغيير أمور تخص حياتك الشخصية. في نقطة عندك من أول السطر أنت ناوي، أو أنت هتخط نقطة معينة من أول السطر، مش هتبقى يعني خلاص، أنت مش هتقول أنا، أنت حاليا بتقول أنا مش هحاسب حد على اللي فات، خلاص أنا هبدأ من جديد، وهبدأ يعني أعد غلطات من أول وجديد، اللي فات خلاص مش ناوي تتكلم فيه. هتبدأ بقى تبص بدماغك بشكل مختلف، تبدأ تبص لحياتك بشكل مختلف، فعشان كده انت هنا عندك تغيير في أمورك، تغيير في تفاصيل حياتك، تغيير في حاجات معينة في دماغك، هتخلصك من التفكير، هتخلصك من الإرهاق اللي انت شايله لوحدك. فانت هنا عندك خروج من تفكير، خروج من طاقة سلبية، خروج من حاجة معينة مضايقاك. في غلطة او في ندم، حد ندمان عليك، او انت ندمان على حد، في حاجة حصلت غلط عندكم، ففي ندم عليكم الايام دي بسبب مواضيع، بسبب كلام، بسبب شوية حاجات. فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون في تحسن داخلي، وتحسن برضو ليكم انتوا، هيسعدكم علشان خاطر انتوا حاسين بالضغط النفسي اللي تعبكم فعلا نفسيا. فان شاء الله باذن الله كل حاجة ليها وقت، ما تقلقوش خالص، ان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في تبشرات حلوة، في امور انت هتمر بيها هتحسن برضو من ضغطكم النفسي اللي انتوا شغالين، او اللي تعبكم في دماغكم. في هنا انت يعني انت محتاج مساعدة، او مادي ايدك لحد، محتاج مساعدة من حد، محتاج حد يكلمك، محتاج حد يفتح نفسك، محتاج حد يواجه معاك في مواضيع، محتاج حد يكون في بينكم كلام، يكون في بينكم مواضيع، محتاج دعوة بمعنى أصح ليك. انت هنا واقف وبتقول يا رب انا مش، انا مفيش حاجة اعملها، عندك طريقين حيران فيهم، طريقين مخنوق ومش عارف تطور من نفسك جواهم، او مش عارف تاخد القرار الصح، حاسس ان الطريقين معقدين، حاسس ان الطريقين واقفين، مش عارف تعمل حاجة ولا عارف تاخد قرار، كل اللي عليك ان انت خايف وحيران ومتضايق، او كل اللي عليك ان انت عمال تواجه ومفيش حاجة نافعة، كل اللي عليك ان انت عمال تتكلم، عمال تفعل، عمال تعمل حاجات كتيرة جدا في حياتك، بس حاسس بوقف حال رهيب الفترة دي. من اكتر الاشخاص انت الفترة دي اللي حاسس بطاقات، او حاسس بهم كبير على كتفك، رغم ان انت عمال تبني، عمال تعافر، عمال تيجي على نفسك، عمال تعمل حاجات كتيرة جدا برضو، بس في برضو طاقة مضايقاك وخانقاك، مخلياك شايل المسؤولية، او شايل الحمل الكبير اللي انت حرفيا عمال تعاني منه الفترة دي. بس ابشرك بشراء حاجات جديدة، ابشرك بطاقات عامة هتتوزع على حياتك، انت الفترة دي محتاج من الراحة، محتاج تاخد بريك شوية لحياتك، محتاج ترتاح شوية، محتاج ان انت تعمل حاجة مختلفة او حاجة جديدة في حياتك، تطلعك من الضغوط، تطلعك من الحيرة، تطلعك من الارهاق اللي انت في حياتك ده. في هنا بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انت في عرض، حد هيقدم لك عرض سفر، او حد هيكلمك في موضوع سفر،
هيبقى في كلام سفر عندك او في مواضيع سفر عندك هتتفتح او هتتكلموا فيها، هتواجهوا، هتقولوا مواضيع، الامور عندك هتتكلم فيها، الله اعلم. بس في امور تخص الحياة عندك، والعرض السفر ده هيكون مغري ليك علشان هيتقدم لك، ومن بعد ما هيتقدم لك هتبدأ تعمل حاجة مختلفة في حياتك، هتبدأ تحسن من دخلك، تحسن من وضعك، تحسن من أمورك، تحسن من تفكيرك، الله أعلم. بس هيكون في تحسن حلو جدا ليك، تحسن حلو قوي قوي، هيحسن من ضغطك النفسي اللي انت شغال عليه. انت عندك أحلام مزعجة، دايما أقولك ان انت عندك أحلام مزعجة، أقولك ان انت عندك كوابيس، بتحلم بكوابيس مخيفة، رغم ان انت ماسك طرف الخيط، بس عندك كوابيس مضايقاك، حاجة معينة بتحصل معاك. انت هنا بتعاني من حسد، وعشان كده عندك صداع، مهموم، صحتك تعبانة، ورغم الهم والضغط النفسي اللي فيك ده، ورغم ان مفيش استكمال مواضيع او استكمال حاجة معينة، الفترة اللي جاية هتقدر ابشرك بحاجة هتحصل ليك، هتطلعك من كذا مشكلة او كذا هم، كذا حاجة كذا حاجة مضايقاك فعلا، هتطلعك منهم وهتوصل لبر امان، او هتوصل لبر حاجة مختلفة جديدة في حياتك ان شاء الله باذن الله. كمان هتسمع احلى خبر، الخبر ده هتسمعه بينك وما بين حد، هتسمع الخبر ده هيفرحك قوي، هيبقى فيه مواضيع برضو بتتفتح عندك، كلام بيتقال، طاقة عامة، مواضيع شغلة بالك. انت عندك حاجات كتيرة جدا هتحصل لك الفترة اللي جاية، متزعلش مني، والحاجات دي كلها هتبشرك بخير، هتبشرك بطاقات عامة. يعني شوف انت مستني ايه، فانت عندك امور حلوة هتحسنك من ضغوط، هتطلعك من مواضيع، هتطلعك من كلام هيتقال، هتطلعك من كذا مواجهة بالك مشغول بيها، الله اعلم. بس فعلا انت حرفيا عندك طاقات بتتطلع منها، او عندك امور هتطلعك برضو من ضغوط نفسية، هتطلعك من مواجهات، هتطلعك من حاجة هتعرف تاخد حقك منها، الله اعلم. شوف انت ايه الضغط اللي عليك، او شوف انت بتعاني من ايه حرفيا، فكل اللي انت بتعاني منه فترة وهينزاح من على كتفك، فترة وهتطلع من اللي انت فيه، عشان خاطر عندك تخليص حق، او عندك تسديد ديون، او عندك امور فيها مواجهات، الله اعلم. بس فعلا انت من اكتر الفترات، الفترة دي اللي هتعرف تاخد حقك فيها، وفي نفس الوقت هيبقى عندك بشرة هتطمنك، او رسالة هتطمنك، حاجة معينة هتحصل عندك هتطمنك، وهتخليك واثق في قدراتك، واثق في نفسك، واثق في مواجهاتك، واثق في كل حاجة في حياتك. الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت هتواجه وهتاخد حقك بإذن الله منصور، علشان خاطر في برضو سر ممكن ينكشف قدامك، في موضوع ممكن يتقال قدامك، في حاجة معينة ممكن تحصل قدامك، الله أعلم. بس انت عندك حاجات هتحصل لك الفترة دي، هتقف، هتعرف تاخد قرار، هتعرف تواجه، هتعرف تعمل حاجة مختلفة، الله أعلم. بس في مواجهات كتيرة جداً هتواجهها، او في كلام كتير جدا هيتقال عندك، الكلام ده مجرد ما هتواجهه، مجرد ما هتعمله، او مجرد ما هتاخد فيه القرار الحاسم، هتقف على ارض صلبة، وكمان هتحسن من ضغوطك النفسية. وانت ممكن كمان تقطع علاقة مع حد من اهل، مع حد من احبة، مع حد من صحاب، هتقطع علاقتك بيهم، وممكن كمان تبعد عنهم، مش هتقطع علاقتك بيهم بس، ده انت ممكن كمان تبعد وتختار طريق البعد، هتقول انا الناس دي اتأذيت منها، فخلاص معدتش عايز منها حاجة تاني، كل اللي عايزه منهم ان هم يسيبوني في حالي، كل اللي عايزه منهم ان هم يطلعوني من دماغهم، علشان فعلا انا مأذي منهم بطاقة كبيرة جدا، فخلاص ما بقتش مستحمل حتى كلامك مع الشريك، ما بقتش مستحمل ان انت الشريك يضغط عليك تاني. انت عندك علاقة مع ابراج نارية، ممكن تربطك صداقة، تربطك شراكة، تربطك حاجة معينة بين ابراج نارية عندك،
بينك وما بينهم مفيش تفاهم، في مواضيع مضايقاكم، في كلام بيتقال برضو تعب نفسيتكم، في حاجات كتيرة جدا بتتقال عندكم مخلياكم انتوا مخنوقين ومش طايقين نفسكم، اذا كان مع شريكة او اذا كان مع احبة بمعنى اصح، بس بتحاولوا برضو ما تيجوا على نفسكم عشان تساعدوا غيركم. فالفترة اللي جاية انتوا تحاولوا بقدر المستطاع ما تجوش يعني على صحتكم، ما تجوش على نفسكم، ما تجوش على نفسكم عشان غيركم، لا هدوا اعصابكم شويه، انتوا من حقكم فعلا ترتاحوا عشان انتوا باين لكم تعب قوي الفتره دي، باين لكم مواضيع مضايقاكم الفتره دي، باين لكم ضغط نفسي الفتره دي مع اشخاص ليكم انتوا او اشخاص مقربين لحياتكم، مقربين لقلبكم، مقربين لحاجة معينة في حياتكم الله أعلم. فانتوا طول ما بتوازنوا أموركم وتوازنوا حياتكم هتلاقوا الضغط النفسي اللي انتوا بتمروا بيه واحدة ورا واحدة بتطلعوا منه، واحدة ورا واحدة بتشوفوا حياتكم هتتحسن ازاي، الضغوط النفسية اللي انتوا فيها دي برضو ممكن تتخلصوا منها ازاي، هيبقى في امور عندكم هتواجهوها، وكمان هتتخلصوا من ضغوط او من حاجات معينة في حياتكم. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي هتكون فترتكم انتوا، فقدر المستطاع تحاولوا ان انتوا تقفوا على ارض صلبه، تقفوا على ارض مستقيمه، تقفوا على ارض مبشره ليكم بخير، تحاولوا تستجدوا من نفسكم، تستجدوا من علاقاتكم، تستجدوا من طاقتكم، تعملوا كذا حاجه مختلفه عندكم. واهم حاجه واهم خطوه تمشوا عليها ان انتوا تاخدوا القرار الصح في الوقت الصح، مش على الفاضي وعلى المليان، يعني تاخدوا قرار صح في وقت صح علشان الندم، علشان الضغط، علشان اي طاقة سلبية موجودة في بيتكم، موجودة في حياتكم، موجودة في مواضيع او في حاجة تخص الاشخاص المحيطين بكم، انتوا بتحبوا الاشخاص المحيطين بكم جدا وما بتتقبلوش عليهم اي اذى، او ما بتتقبلوش عليهم بمعنى صح اي حاجة تضايقكم، فياريت تحصنوا نفسكم وتخلوا بالكم من العين والحسد الشديد اللي هو بيخليكم تعانوا من اشياء الفترة دي. او اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لكم الخير.